السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. اليوم عندي هذه خلطة لتسمين الماشية، استعملت فيها هنا النخالة نتاع القمح وكمية من الشعير والتمر اللي يكون التمر مهروس أو التمر مدقوق بهذا الشكل، يكون التمر وكذلك استعملت فيها الخبز اليابس تكون بهذا الشكل. مفروض قبل التصوير لكن أنا نسيت، الآن تذكرت في اللحظة الأخيرة. هنا راني جمعته خلاص. مهم كما قلنا فيها النخالة نتاع القمح، تقريبا 50 كيلو نخالة قمح و40 تقريبا هنا 20 كيلو شعير والتمر، تقريبا 30 كيلو تمر هنا، وبعض الخبز اليابس. هذه هي الوصفة لتسمين النعاج وتصمين كذلك تصمين الماعز. ونسيت واستعملت فيها كذلك القليل من الحلبة، القليل من الحلبة مقدار تقريبا هكا كيلو حلبة. نعاودوا كما قلنا، هنا استعملنا فيها النخالة نتاع القمح والشعير والتمر اللي يكون مهروس مع النواة نتاعو والحلبة. هذه مكونات اللي درناها في هذه الوصفة، في الوصفة نتاع تسمين الماشية، ومعهم كذلك الخبز اليابس، نخالة القمح، الشعير، الحلبة أي حبوب حلبة، والخبز اليابس. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.